احد الشباب كان جاي عندنا المنصورة فمعاه عربية فخمة كده، فبيقول لي العربية ديت انا عايز اكفر يعني لربنا عن السيئات اللي حصلت فيها. فبقول له ايه؟ قال لي العربية دي واحد صاحبي خدها مني ووقع في الزنا فيها والعياذ بالله مع فتاة. بيقول لي وهم فيها الاثنين ماتوا في العربية اللي انا واقف معاك ده، ايه هما الاثنين ماتوا في وهم يرتكبون هذه الجريمة والعياذ بالله. يعني انسان بيجري على شهوة ومش عارف انه هيموت، ومش عارف انها اخر لحظة في حياته، ومش عارف انها اللحظة الاخيرة. في احد الندوات الجامعية كان في بنت حضرة وبعتت ورقة كده بتقول انا واقعة في مصيبة وعايزة حد اتواصل معاه وعايزة حد اتكلم معاه. المهم يعني تواصلت مع بعض اخواننا كده وبعض اخواتنا، فطلعت هذه الفتاة يعني وقعت في يعني موبقات وفي كبائر وكارثة بقى، حاجة خطيرة جدا يعني. المهم هذه الفتاة بدأت تتواصل بقى مع اخواتها ومع اخوانها وكده، وبدأت تتوب لربنا. لبست يعني مش هقول لكم لبست حجاب، ده لبست نقاب. وسبحان الله العظيم كان عندها مشروع هنا في القاهرة، مشروع في القاهرة، فبتعدي الرصيف تشتري مصحف وسواك. جابت مصحف وسواك من قدام المشروع بتاعها وجاية ترجع تاني، جات عربية خبطتها ماتت. عربية خبطتها ماتت. آخر كلمة البنت دي قالتها لي يعني لحد من يعني الملتزمين اللي كانوا يعني بيتابعوها دينيا يعني، قالت يا ريتني عرفتكم من زمان، يا ريتني عرفتكم من زمان. أي حد ممكن يموت في لحظة يا جماعة، أي حد ممكن في لحظة يموت. كل نفس ذائقة الموت. في المستشفى عندنا في المنصورة دخل اتنين عيانين في الاستقبال في لحظة واحدة. الاتنين كان كل واحد منهم واخد جرعة مخدرات زايدة، والاتنين أول ما دخلوا المستشفى حصل لهم توقف في نبض القلب، القلب وقف بتاع الاثنين. القلب وقف ده يعني بيتعمل لهم بقى شويه انعاش للقلب، يا اما يرجع تاني يا اما خلاص مات، العيان مات. الاثنين دخلوا على اوضه الافاقه واتبذل معاهم مجهود جبار. بعد شويه واحد خلاص قلبه ما رجعش مات، والتاني قلبه رجع تاني على الفجر كان فاق. فواحد من اصحابنا وقف جنبه فبيقول له انت عارف اللي كان داخل جنبك ده كان داخل في ايه؟ فبيقول له داخل في ايه؟ قال له داخل في جرعه مخدرات زي ده زيك، وقلبه وقف زيك ولكن مات. هو ربنا ما ادالوش فرصة جديدة، فرصته انتهت، وانت ربنا اداك فرصة جديدة، وانت ربنا اداك فرصة انك ترجع وتصلح تاني. الاتنين داخلين بنفس التعب، الاتنين داخلين نفس المستشفى، نفس الاسم، نفس المشكلة المرضية، نفس الدكاترة، وده مات وده عاش. مين فينا اللي يضمن ان رمضان الجاي ده مش اخر رمضان في حياته؟ كل يوم بيموت على وجه الارض ربع مليون بني ادم، ربع مليون بني ادم كل ثانية بيموت اتنين من البشر على وجه الارض. يعني لحد رمضان الجاي هيموت على وجه الارض 15 مليون بني ادم. انت تضمن منين ان انت مش واحد منهم؟ تضمن منين ان انت مش واحدة منهم؟ تضمن منين؟ عايزين نستوعب اخواننا القضية دي.